أهلا بكم وإلى العناوين. دعوة إلى النفير العام في فلسطين المحتلة مع تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين في القدس والضفة وغزة. انتهاء المهلة الأممية لبدء إعادة الانتشار في الحديدة اليمنية من دون نتائج، وصنعاء تحمل التحالف المسؤولية عن عرقلة التنفيذ. قسد تعلن الاستعداد لمقاتلة فلول داعش في البغوز آخر معقل لهم شرق سوريا بمجرد انتهاء إجلاء المدنيين المتوقع اليوم. الرئيس الصيني لي لاريجاني: رغبة بكين في إقامة علاقات وثيقة مع إيران لم تتغير بغض النظر عن الموقف الدولي. تظاهرات داعمة لمادورو في كاراكاس، والرئيس البوليفي يتهم ترامب بالاستعداد للتدخل عسكريا في فنزويلا بعدما هاجمها اقتصاديا. وفي النشرة أيضا: أعمال فان جوغ في لوحات ثلاثية الأبعاد. البداية من فلسطين المحتلة، حيث تواصل سلطات الاحتلال اعتداءاتها على الفلسطينيين وانتهاكها للحقوق والمقدسات. ففي غزة أصيب 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال شرق خان يونس. الشبان أصيبوا خلال مشاركتهم في فعاليات الإرباك الليلي قرب مخيم العودة. سبق ذلك استهداف طائرة إسرائيلية تجمعا لشبان كانوا يطلقون البالونات الحارقة شرق مخيم البريج. لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية دعت إلى اعتبار يوم الجمعة المقبل يوما للغضب الشعبي في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال 17 فلسطينيا خلال حملة مداهمات طاولت مناطق متعددة. وقد تصدى الفلسطينيون للاعتداءات خلال اقتحامه مخيم جنين، وكذلك في بلدة اللبن الشرقية قرب نابلس حيث اعتقل 5 مواطنين. أدى مئات المقدسيين صلاة العشاء ليلة أمس في ساحة باب الرحمة المؤدي إلى الجزء الشرقي من المسجد الأقصى. الصلاة أقيمت وسط حراسة أمنية مشددة من جنود الاحتلال الذين انتشروا في كل البلدة القديمة. وبعد الصلاة ردد المصلون والمرابطون الأناشيد والتكبيرات والهتافات داعية لنصرة القدس في ظل التضييقات والاعتداءات من قبل الإسرائيليين والمستوطنين. دعت لجنة أبناء القدس الفلسطينيين إلى النفير العام الجمعة نصرة للمسجد الأقصى ورفضا للانتهاكات الإسرائيلية بحقه. يا أبناء شعبنا في الوطن والشتات، يا جماهير أمتنا العربية والإسلامية، آن الأوان أن تنتفضوا وأن تقفوا في وجه الاحتلال وممارساته الوحشية. فالقدس والأقصى يناشدكم ويستغيثكم ويطالبكم برفع الظلم عنه. فقد عاث المحتل فسادا وتخريبا واعتداءا في مساجده وقبابه وكل ترابه. وتنضم إلينا من القدس المحتلة مراسلتنا هناء محاميد. هناء، أهلا بك. المشهد القديم الجديد يتكرر من جديد، الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، ماذا في آخر التطورات؟ نعم، صباح الخير سلمى. يعني بالفعل هذه المشاهد باتت يومية في مدينة القدس المحتلة، وهي تتأزم وتصبح أكثر سخونة وتوترا عندما يقوم الاحتلال بمثل هذه الخطوات يعني التصعيدية من جهته، لا سيما في داخل المسجد الأقصى المبارك. كل هذا يحدث على خلفية وضع الاحتلال الإسرائيلي سلاسل حديدية وقيود على الباب المؤدي إلى باب الرحمة في السور الشرقي للأقصى المبارك. ويعني هذا الباب، باب الرحمة، والمبنى الذي يقع من تحته ومغلق منذ العام 2003 بقرار إسرائيلي، يعني على خلفية أنه يعني اعتبار لجنة التراث، وهي لجنة غير قائمة بالنسبة للفلسطينيين في ذلك الوقت، لجنة إرهابية أو منظمة إرهابية. وبالتالي هذا المبنى
تحت باب الرحمة، هو مغلق يعني، وهو مصلى وكان مكتبة في وقت من الأوقات، ومغلق منذ العام 2003. التصعيد الإسرائيلي الجديد هو وضع السلاسل الحديدية. هذا التصعيد أدى بالفلسطينيين إلى يعني بين مزدوجين انتهاز هذه يعني المسألة من أجل إعادة المطالبة بفتح المصلى داخل باب الرحمة. وبالتالي نحن نشهد الصلوات تقام على مدار اليوم في يعني أمام باب الرحمة المقفل. وفي صلاة العشاء بالفعل كان هناك المئات بالأمس من المصلين الذين يطالبون بافتتاح إعادة فتح باب الرحمة، أو بالأصح المصلى عند باب الرحمة. خلال هذا الأسبوع سلمى، الاحتلال الإسرائيلي شن حملة اعتقالات واسعة ضد المقدسيين لا سيما الشبان. كان هناك عدد كبير من القاصرين بين المعتقلين، 40 معتقلا تقريبا من كافة أنحاء مدينة القدس المحتلة، لا سيما يعني من داخل البلدة القديمة ومن داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، طبعا إضافة للاعتداء عليهم بالضرب. بالأمس المحكمة الإسرائيلية، محكمة الصلح الإسرائيلية، قامت بإبعاد 16 شابا مقدسيا لمدة شهرين عن البلدة القديمة، ومن يسكن داخل البلدة القديمة منهم قامت بإبعاده لمدة شهرين عن المسجد الأقصى المبارك. هذا تصعيد كبير أيضا وخطير ضد المقدسيين، لا سيما عشية أيضا اقتراب موعد شهر رمضان في شهر أيار المقبل، ومن بعدها طبعا عيد الفطر. يعني يبدو أنه وأيضا كذلك هذا يتزامن مع الأعياد اليهودية المقبلة في شهر نيسان المقبل. وبالتالي تسعى حكومة الاحتلال وسلطات الاحتلال إلى إفراغ المسجد الأقصى من المصلين، من المقدسيين، من الشبان في هذه الفترة الحرجة. هناك دعوات للنفير سلمى، هذه الدعوات هي دعوات بالأساس يعني خارجية، ولكن مقابل هذه الدعوات يعني يتنادى المقدسيون بالفعل للصلاة طوال الوقت، ولا سيما في ساعات المساء في عند يعني صلاتي المغرب والعشاء عند باب الرحمة، كتأكيد على حق المسلمين والفلسطينيين في كل شبر من مساحة المسجد الأقصى البالغة يعني في كل شبر من مساحة المسجد الأقصى، بما يشمل يعني الباحات الخارجية لمسجد قبة الصخرة والمسجد القبلي كذلك. نعم، شكرا جزيلا لك هناء محميد مراسلة الميادين، كنت معنا من القدس المحتلة على كل هذه المعلومات. أسبوع حافل بالتضييق والاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية أدى إلى اعتقال 40 فلسطينيا في القدس، ويبدو الوضع متصاعدا ولا سيما بعد قرار سلطات الاحتلال بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة. نبقى أيضا مع هناء محميد. ساعات توتر ثقيلة، انتشرت قوات الاحتلال في المسجد الأقصى ومحيطه كأنها تقوم بعملية احتلال جديدة. اعتدت على الشبان بعد صلاة العشاء بالضرب المبرح ثم اعتقلتهم. كانت هناك حملة منذ بداية الأسبوع على الشباب المقدسي في القدس وفي عدة مناطق من القدس، إن كان في العيساوية أو في الطور. نحن تجاوزنا 40 معتقل هذا الأسبوع. وفي هذا الأسبوع أيضا أغلقت جميع بوابات المسجد الأقصى مرتين. عدينا على كل العالم، بيمون في شيء، بيمون من المحاكمين. سكروا كل الأقصى يا عفادي، كل بواب الأقصى سكروهم. يغلق الاحتلال باب الرحمة في السور الشرقي من المسجد الأقصى منذ العام 2003 بهدف إحكام السيطرة على هذا الجزء من المسجد الأقصى. الآن نشاهد مجموعة من المستوطنين الذين يقتحمون المسجد الأقصى وباحاته يوميا على مدار الأسبوع. قبل أيام أغلقت شرطة الاحتلال الباب المؤدي إلى باب الرحمة بالسلاسل الحديدية، خطوة أثارت غضب المقدسيين. المطلوب هو الصلاة في داخل قاعة باب الرحمة وليس الصلاة على بوابة باب الرحمة. الصلاة على بوابة باب الرحمة وإبقاء القفل هذا لا يمكن أن يبقى. الانتهاكات الإسرائيلية لم تتوقف عند المسجد الأقصى، إذ انطلق الأسبوع بطرد أسرة من منزلها لمصلحة المستوطنين وصولا إلى هدم منزل آخر. 4 بيوت مشتتين فيهم أهلي، مقسمهم في كل 4 بيوت، أوعي كلهم محجوزة في الدور، يعني كل إشي مسكر علي، كل عفشي في البيت، فيش إشي عندي، أنا طالع بأوعي بالدور بالقوة، والوضع صعب جدا يعني. مخطط الاحتلال في القدس لم يعد خافيا على أحد، فمشاهد إفراغ القدس من أهلها تتقاطع مع مشاهد سياسة التطبيع التي تدفع بعجلة المشاريع الاستيطانية قدما على حساب قضية فلسطين. هناء محميد، القدس المحتلة، الميادين.
خلال ترأسه اجتماعا للجنة المكلفة متابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي في رام الله، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الممارسات العنصرية للاحتلال لن تثني الشعب الفلسطيني عن الحفاظ على حقوقه وثوابته. القرار الذي صدر اليوم لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس وتصعيد الاحتلال ممارساته واعتداءاته على الأقصى يجيء في سياق الإجراءات العنصرية التي تهدف إلى ترتيعنا وإجبارنا على الموافقة على بيع القدس، لن يفلحوا. أكد الدبلوماسي الإيراني السابق أمير الموسوي أن إيران تحترم حركة فتح في فلسطين المحتلة وترغب في التعامل معها، وأضاف في حديث إلى برنامج لعبة الأمم في الميادين أن المشكلة هي عدم قدرة السلطة الفلسطينية على التواصل مع طهران أو الحصول منها على مساعدات لحل مشاكلها المالية. إيران تحترم حركة فتح باعتبارها حركة وطنية ومقاومة وقوية ولها قاعدة شعبية في فلسطين وفي الوطن العربي، ولا يمكن تجاهل دور فتح، لكن المشكلة أنهم لا يستطيعون أن يتواصلوا معنا، ولا يستطيعون أن يتفاهموا معنا، ولا يستطيعون أن يأخذوا مساعداتنا. يعني كان بود إيران عندما قطعوا المرتبات على بسبب الظروف والضغوطات العربية والإسرائيلية، بعض العربية للأسف الشديد، إيران اقترحت 3 مقترحات لحل المشكلة المالية للسلطة، لكن رفضوها وقالوا لي أنه ما نستطيع، أنتم معاقبين ومحاصرين، ما في حوالات مصرفية. حتى أعطيناهم مقترح من يعني يأتي بصورة نقدية ورفضوها. فلذا أنا أعتقد أن الإيرانيين يرغبوا التعاون مع الإخوة في فتح ومع السلطة مع السيد أبو مازن، لكن ظروفهم لا تسمح ونحن نتفهم. أعلن رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي انتهاء المهلة التي وضعها رئيس لجنة التنسيق مايكل لويس ليغارد بشأن بدء إعادة الانتشار في الحديدة من دون نتيجة. وأضاف في تغريدة له على تويتر أن عرقلة التحالف السعودي تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق ستوكهولم رمت إلى حرمان المبعوث الأممي إلى اليمن أحراز أي تقدم وأفقاده الثقة، وأكد أن التحالف السعودي لا يتعامل بجدية مع الجهود الدولية. ومن صنعاء ينضم إلينا مراسل الميادين أحمد زبيبة. أحمد أهلا بك، ما الذي يجري بالضبط في الحديدة؟ ما هي العقبات وآخر المواقف؟ نعم، حتى هذه اللحظة المرحلة الأولى لا زالت عالقة ولم تنفذ من قبل الطرف الهادي والتحالف السعودي الإماراتي. لم يتلقى الوفد الوطني منذ يومين وحتى اليوم أي إشارة ببدء إعادة الانتشار، وذلك لأن الطرف الآخر لم يتلقى أي تعليمات الموافقة، أو كما تحدثت مصادر للميادين ببدء إعادة الانتشار. هناك عرقلة متواصلة للعملية بالرغم من أن الاتفاق قد تم بشكل كامل مع في اجتماع لجنة التنسيق المشتركة مع رئيس الوفد الأممي لوليس غارد. هناك كما قلت عرقلة متواصلة لتنفيذ هذا الاتفاق بالرغم على الاتفاق على النقاط الكاملة فيما يتعلق بمينائي الصليب ورأس عيسى واتجاه مطاحن الانسحاب من اتجاه مطاحن البحر الأحمر من قبل طرف القوات المتعددة للتحالف السعودي. هناك مطالبات من قبل السلطة في صنعاء بتدخل أو عمل لجنة مراقبة من الاتحاد الأوروبي تكون شريكة مع الأمم المتحدة للضغط لتنفيذ هذا الاتفاق. أيضا المعلومات تؤكد أن الخلاف السعودي الإماراتي هو الذي أدى إلى تأخر هذه عملية الانتشار بشكل مباشر. وأيضا كان الوعود كانت صباح يوم أمس وحتى اليوم كان هناك وعود بالحصول على إشارة لبدء إعادة الانتشار ولكنها لم تتم. هناك استمرار للخروقات أيضا لقوات التحالف المتعددة. كان هنا الساعات القليلة الماضية هي شهدت عشرات القذائف والصواريخ من نوع كاتيوشا استهدفت مناطق متفرقة من
طيب أحمد، في مديرية الجنوبية وأيضا الشرقية، هل اتضحت من هي الدول الأوروبية التي تقبل بها حكومة صنعاء للمشاركة، وهل هذا اقتراح أم فعلا هو قيد البحث والدرس مع الدول المعنية؟ هي ما زالت وفق رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي، الذي دعا فيها دول الاتحاد الأوروبي بالمشاركة في أو بعمل لجنة مراقبة مع الأمم المتحدة. صحيح، من هي؟ تنفيق. هي لم تفصح عنها حتى هذه اللحظة السلطة في صنعاء، ولكن هي دعت بشكل عام من لديها القدرة على أو التدخل بشكل إيجابي في تحقيق ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم، وما يتعلق باتفاق إعادة الانتشار في الحديدة على وجه الخصوص. نعم، طيب، وبالنسبة إلى المشاركة مع حكومة صنعاء، يعني سواء من قبل الأمم المتحدة أو حتى من قبل اللجنة الأوروبية المقترحة حتى هذه اللحظة، هي ستكون بإطار التشاور والتنسيق مع حكومة صنعاء، أليس كذلك؟ وليس بديلا عن صنعاء، عن الحكومة. نعم، هي بالتشاور مع السلطة في صنعاء فيما يتعلق بإعادة الانتشار، وهي مطالب من السلطة في صنعاء. هي تحدثت أن تدخل الاتحاد الأوروبي سيكون بجانب إشرافي أو مراقب لما يتم، ويتم من خلاله إعلان المعرقل لعملية إعادة الانتشار في الحديدة، وخاصة أن الأمم المتحدة والمبعوث ورئيس الوفد الأممي والمبعوث الأممي لم يفصح حتى هذه اللحظة عن المعرقل الأساسي، بالرغم من أن الجيش واللجان الشعبية أو قوات الجيش واللجان الشعبية جاهزة لإعادة الانتشار، كما تم في ميناء الحديدة في وقت سابق، وتوقف الطرف الآخر عن إعادة الانتشار وفق الاتفاق. طيب أحمد، من المفيد أن نتذكر أهمية هذا الميناء، ميناء الحديدة. ماذا يعني أن يكون بيد حكومة صنعاء بالنسبة للشعب اليمني، وماذا يعني أن يكون في وضع يتم السيطرة عليه من قبل التحالف واحتلاله؟ نعم، هو الميناء الحديدة الأهمية فيه في أنه يغذي 70% من سكان الجمهورية اليمنية، وهناك معلومات تصل إلى 80% من السكان بالمواد الغذائية والمساعدات الإنسانية. الحصار والعرقلة دخول المساعدات الإنسانية هي تمت خلال سنوات الحرب منذ بدايتها، والتي أدت إلى حدوث هذه الأزمات الإنسانية المتواصلة. ما يتم اليوم هو بالسماح لعمل ميناء الحديدة بشكل طبيعي، بحيث تدخل المواد التجارية بما يتعلق الأغذية في المساعدات الإنسانية، إغلاق الخطوط. ما يتم الآن في دخول التحالف السعودي الإماراتي للحديدة والهجمات المتواصلة هي أدت بشكل واضح إلى إيقاف هذه المساعدات، وإيقاف أيضا دخول الواردات التجارية والتي تأتي من الجنوب أو الموانئ الجنوبية في الجنوب في ميناء عدن أو المكلا، وتصل بكميات قليلة جدا ولا تفي العدد الكبير من سكان الجمهورية. أحمد زبيبة، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات، كنت معنا من صنعاء. أوضح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن القرار الألماني بشأن تسليم أسلحة للسعودية مستقبلا سيتوقف على التطورات في اليمن. وفي مؤتمر صحفي أكد ماس أن ألمانيا لن تسلم السعودية أي أسلحة في الوقت الحالي، وأن تغيير هذا القرار مقرون بتنفيذ اتفاقية ستوكهولم من عدمها. قال الرئيس الصيني تشي جين بيانغ لرئيس البرلمان الإيراني، قال أن رغبة الصين في إقامة علاقات وثيقة مع إيران لم تتغير بغض النظر عن الموقف الدولي. جاء ذلك قبيل زيارة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى بكين. الخارجية الصينية قالت أن تشي أكد للاري جاني أن البلدين بينهما صداقة قديمة خضعت لاختبارات، وأن عليهما تعميق الثقة الاستراتيجية المتبادلة ومواصلة دعم بعضهما بعضا فيما يتعلق بالمصالح الأساسية وبواعث القلق الكبرى كما قال. بعد الفاصل، 70 قتيلا جراء حريق في منطقة تاريخية في داكا. Thank you.
جديد أهلا بكم. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في قسد توقعه استكمال إجلاء المدنيين اليوم من البغوز آخر معقل لداعش في شرق سوريا. المسؤول في قوات سوريا الديمقراطية قال أن قوات قسد ستشتبك مع فلول داعش بمجرد انتهاء إجلاء المدنيين، وتوقع استكمال الإجلاء اليوم. قال وزير الدفاع التركي خلوسي أكار إن أنقرة ستضع حدا للتهديد الذي يمثله حزب العمال الكردستاني وفي شرقي الفرات عندما يحين الوقت، وأنها تخطط لإجراء عملية لمكافحة الإرهاب عبر الحدود مع سوريا والعراق على حد تعبيره. بدوره قال وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو إن مكافحة التنظيمات الإرهابية باتت أمرا حتميا بالنسبة إلى تركيا من أجل أمنها، وأضاف أن أنقرة لن تأخذ إذنا من أحد لتحقيق ذلك على حد تعبيره. نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين وأجانب أن الدول الأوروبية الحليفة لواشنطن رفضت طلب ترامب البقاء في سوريا بعد الانسحاب الأمريكي منها. ومن جهة ثانية قالت واشنطن بوست أن مستشار الأمن القومي جون بولتون أبلغ الحلفاء أن القوات الأمريكية ستبقى في قاعدة التنف بيد بيد أن مسؤولين عسكريين قالوا أنهم لم يتبلغوا مثل هذه التعليمات من ترامب. أعلن الجيش الليبي السيطرة على مدينة مرزوق جنوب البلاد بعد معارك عنيفة مع مجموعات تشادية. المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري أكد سيطرة القوات على كامل المدينة وتأمين منطقة سبها وحوض فزان، وأضاف أن وحدات من القوات المسلحة بلغت وسط المزرق وأنها تمشط المنطقة من بقايا الجماعات الإرهابية. وإلى الجزائر، حيث لم تستطع الأحزاب والشخصيات المجتمعة التوافق على شخصية تمثل المعارضة في الاستحقاقات الرئاسية، وتركت باب التشاور مفتوحا أمام الأحزاب التي تتشارك معها في الرؤية نفسها. في أول لقاء تشاوري لها، فشلت قوى المعارضة في الجزائر في جمع أطرافها كافة حول طاولة حوار واحدة للتوافق حول مرشح إجماع ينافس مرشح السلطة في الانتخابات الرئاسية. لقاء غاب عنه أعرق حزب معارض جبهة القوى الاشتراكية، وغابت معه أحزاب من التيار الديمقراطي والعلمانيين، فيما حضرت شخصية معارضة لكن غير متحزبة. الإنجاز إن تم إن شاء الله ليس لن يكون إنجاز جبهة العدالة والتنمية فحسب، إنما هو سيكون إنجاز لكافة أطياف المعارضة الجادة، وسيزيد بشكل ملحوظ في رصيدها ومصداقيتها لدى الشعب. جبهة العدالة والتنمية برئاسة المعارض الإسلامي عبد الله جاب الله كانت قد وجهت دعوة لرؤساء أحزاب المعارضة كافة، ومنها ما أعلنت برنامجها الانتخابي صبيحة يوم الاجتماع في إشارة إلى إصرارها على دخول المعترك الانتخابي. يبدو أن الأمر سيزداد صعوبة أكثر باعتبار أنه فيه شخصيات مضت قدما في الترشح لهذه الرئاسيات بمعزل عن التوافق. يعني شفنا بأنه مرشح حركة حمص اللي هو عبد الرزاق مقري في الصباح فقط كان عرض برنامجه بالنسبة للحملة الانتخابية، وهو مضى قدما في يعني في تعبئة المواطنين حوله، وبالتالي لم يمر أصلا على هذا اللقاء. جاب الله وقبل انطلاق جولات التشاور لاختيار مرشح المعارضة دعا وبنبرة حادة إلى رفض الولاية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهدد بتبني مطالب المحتجين بحسب تعبيره. هذه الأحزاب وأيضا الشخصيات الوطنية التي كنا ننتظر أن تحضر لم تكن حاضرة. هذا ما يطرح أسئلة كثيرة، أين هي المعارضة؟ ولماذا لا تنخرط في هذه الديناميكية السياسية لكي تقترح بدائل وتسعى لأن تتجاوز المرحلة والوضع الراهن ببدائل ملموسة وتتماشى أيضا مع الطموحات الراهنة للجماهير بمختلف آمالها وطموحاتها؟ حضرت أسماء وغابت أخرى من المعارضة في الاجتماع الذي دعا له أقدم معارض إسلامي في الجزائر. عبد الله جاب الله يبحث عن مرشح إجماع يواجه مرشح السلطة، لكنه هل يفلح في إقناع بقية المعارضة بمبادرته السياسية؟ سمع عبد المنور، العاصمة الجزائرية، الميادين.
قال القيادي في الحشد العشائري في الأنبار قطري العبيدي للميادين، قال إن العراق تسلم من قوات قسد أكثر من 150 مسلحا من داعش، كلهم من الجنسيات العراقية، وكذلك مطلوبين أو من المطلوبين لدى السلطات العراقية، وأن العناصر الآن لدى استخبارات الجيش في العراق في قيادة عمليات الجزيرة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر معنا السيد قطري العبيدي، أهلا بك. هذا بداية، ماذا عن العدد الحقيقي والنهائي للذين تم تسليمهم لكم؟ حياكم الله ونشكركم على اتصالكم. نعم، نجحت قيادة عمليات الجزيرة التابعة للجيش العراقي باستلام وتنسيق مع قوات قسد باستلام 150 مجرم من عصابات داعش، أغلبهم مسلحين ومطلوبين ضمن المادة 4 إرهاب، كانوا يمارسون القتل والقتال ضد الجيش العراقي وضد المدن الذي كانت تحت سيطرتهم. نعم، 151 الآن هم بقمضة الجيش العراقي ويجري التحقيق معهم. كانوا هؤلاء في مناطق هجين ومناطق أشعثة وسلوسة شمال نهر الفرات، وتم تسليم أنفسهم قبل من أقل من أسبوع، سلموا أنفسهم بعد انكسار عصابات داعش في شمال نهر الفرات. نعم، حاليا هم يخضعون تحت سيطرة الجيش العراقي وإن شاء الله سيقدمون إلى القضاء الحاضر. نعم، تم تسليمهم إلى الحشد العشائري أيضا يعني عن طريق حضرتك الشيخ الكريم؟ تم تسليمهم إلى قيادة عمليات الجزيرة والجيش العراقي. يعني كان هناك تنسيق لقيادة عمليات الجزيرة وزارة الدفاع، هم الآن بقبضة وزارة الدفاع وقبضة الاستخبارات العسكرية. طيب، التسليم تم مباشرة إلى الاستخبارات العسكرية إلى الجيش العراقي؟ نعم، التسليم تم مباشرة إلى قيادة عمليات الجزيرة وخلية الاستخبارات العسكرية، يعني استلمهم هم الجيش العراقي وليس العشائر. نعم، أغلبهم معروفين ومن 5 محافظات حصل، من الأنبار وصلاح الدين وبغداد ونينوى، مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب، جميعهم أسماء معروفة وأسماء مجرمة مارست القتل ومارست الإرهاب، وهم كانوا سبب الويلات الذي على مناطقنا، مناطق الغربية والمحافظات التي كانت تحت سيطرة داعش. نعم، هذا القرار أو هذا الحدث الأمني أتى بشكل تدريجي بعد تنسيق بين قسد والجيش العراقي الاستخبارات العراقية، أم أتى بشكل مفاجئ؟ لا، هناك تنسيق، كان تنسيق، لان كانت قوات قسد محاذيه للقوات العراقيه، يعني بطول اكثر من 150 كيلومتر على الحدود العراقيه، وكانت هذه القوات بمثابه صديق ليس عدو. الجيش العراقي يعني لديه علاقات قويه مع جميع القوات المتواجده. القوات المتواجده بالقرب من شمال نهر الفرات هي قوات قسد، اما جنوب نهر الفرات فهي الجيش العربي السوري، فهناك ايضا علاقات مع الجيش العراقي، الجيش العربي السوري. الجيش العراقي يحترم الحدود العراقيه السوريه، ودائما ما يكون هناك تنسيق عند اي قطاعات عدا قطاعات داعش. العدو فقط هو قطاعات داعش، هو عدو للجيش العراقي ولجميع القوات الموجوده. كم هو عدد المطلوبين الباقي حتى هذه اللحظه؟ هل لديك رقم محدد؟ المطلوبين اللي هسه قبضت الجيش العراقي تم تسليمهم 150 عنصر. لا، اتحدث عن الباقي. الباقي مطلوبين عندنا الاف، يعني مطلوبين القضاء العراقي، كون عصابات داعش عندما دخلوا المدن قاموا ضعفاء انفسهم اتجاه اليهم وقاموا تجنيدهم وقاموا توريطهم. طيب، لدينا اكثر من 70,000 مطلوب من 5 محافظات، 70,000 مطلوب مع عصابات داعش. القسم منهم ذهبوا الى الدول الاوروبيه، وقسم منهم موجودين حاليا في صحراء تدمر، صحراء حمص، والقسم الاخر موجودين في صحراء محافظه انبار، منطقه حوران ومنطقه الحسينيه، والقسم في جبال حمرين،
والقسم الأكبر هو هاجر إلى الدول الأوروبية، إلى تركيا وإلى ألمانيا وإلى فرنسا وإلى أذربيجان. نعم، هؤلاء الذين تم تسليمهم إلى الجيش العراقي، هل كان لديهم مخططات إلى الداخل العراقي، في الداخل العراقي؟ هل لديهم خلايا؟ إلى ماذا أفضت الاعترافات حتى هذه اللحظة؟ يعني ما صار من دخلوا، يعني صار لهم ساعة، أقل من ساعة من دخلوا بناية الفرقة التابعة، لكن هم كان لديهم تخطيطات وكان لديهم هجومات أسبوعية على الحدود العراقية وعلى الجيش العراقي، لكن الجيش العراقي اليوم أصبح قوي، لا يمكن أن يهتز من قبل عصابة أو أخرى، أصبح الجيش متوافي نقطة ترى نقطة ومجهز بالأسلحة وبالثامرات الحرارية وبكل الآليات الذي يقاتل الجيش. نعم، الموقف الحشد العشائري بطبيعة الحال كما عرفناه في السنوات الماضية هو مع محاكمة هؤلاء أمام القضاء، أليس كذلك؟ نعم، الحشد العشائري وجميع العشائر العربية هي ضد عصابات داعش، وقامت بمقاتلة داعش منذ ظهور داعش 2014 إلى حد هذا اليوم، وكان بالأمس في عملية عسكرية في منطقة الحسينيات، وتم قتل 8 من عناصر داعش على يد أبطال العشائر قضاء حديثة وناحية البغدادي، عشيرة الزغايف وعشائر العبيد والبنمر والبمحل، وهناك واجبات أسبوعية بإسناد عمليات كثيرة، والفرقة التابعة وطيران الجيش العراقي وطيران التحالف للقضاء على هذا التنظيم المجرم الذي أجر العوائل ودمر المدن. هل سؤال أخير من فضلك، هل هناك مخاوف من جيوب أو خلايا لداعش في العراق حتى هذه اللحظة؟ لا وجود أي خوف، كون داعش انكسر وانهار انهيار كامل لعصابات داعش في العراق وفي سوريا. داعش الآن هو يكتفي عبارة عن مجموعات صغيرة لا تكثر مجموعة عن 3 عناصر إلى 4 يقتفون بالصحراء ويستهدفون المواطنون العزل فقط، لا يستهدفون أي عسكري ولا أي. نعم، يقومون بخطف المواطنين فقط، المواطنين الأبرياء والمواطنين الذين ليس لديهم أسلحة ولا يسمح لديهم ولا يسمح لهم بحمل السلاح، وبعدها يقومون بمساومتهم. نعم، أشكرك كبيرة لتنظيف جميع الصحراء في محافظة. نعم، أشكرك الشيخ قطري العبيدي، كنت معنا من العراق على هذه المداخلة وهذه المعلومات، شكرا جزيلا. قال المركز السوداني للخدمة الصحفية أن السلطات أفرجت عن 2430 شخصا من أصل 2650 محتجزا منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد. وعلى صعيد آخر، واصل عمال الميناء الجنوبي في بورتو السودان مناهضاتهم لخصخصة ميناء الحاويات الوحيد في البلاد وبيعه لشركة أجنبية، واعتصموا منددين بالأمر. وفي كاراكاس تظاهر المئات بدعوة من نقابة النقل نصرة للرئيس نيكولاس مادورو الذي كان سابقا سائق حافلة. المتظاهرون قالوا أن البلاد ضحية ما وصفوه بالنيات الفاشية الرامية إلى النيل من الثورة البوليفارية، وأكدوا دعمهم لمادورو وللسلام والأمن في البلاد. اتهم الرئيس البوليفي إيفو موراليس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاستعداد للتدخل عسكريا في فنزويلا بعدما هاجمها اقتصاديا. وفي تغريدة له على تويتر أكد موراليس عزم بلاده على صد الهجوم الاقتصادي الأمريكي ضد فنزويلا، وأضاف أن ترامب شخص مؤيد للحرب وسيتحمل المسؤولية بشأن أعمال التخريب والأحداث الدموية التي قد تشهدها البلاد. مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أكد أن موسكو تدعم ميثاق الأمم المتحدة واستقلال فنزويلا ووحدتها وسيادتها، وتعارض ما يجري من محاولة لتغيير النظام. جميعنا قلقون مما قد يحصل في 23 من هذا الشهر، ونأمل أن لا تحصل أحداث دموية وأن لا يثير هذا التحرك عصيانا مدنيا، نريده سلميا. روسيا تدعم ميثاق الأمم المتحدة واستقلال فنزويلا ووحدتها وسيادتها، وروسيا تعارض ما يجري من محاولة لتغيير النظام. لست على علم بأن قوات أجنبية ستصل إلى فنزويلا، وآمل أن لا تتوجه
قوات أجنبية إلى فنزويلا من أي دولة كانت. لدينا بعثة دبلوماسية لفنزويلا هنا وأوراق مسؤوليها سارية المفعول، ولا أرى موجبا لأن أعير هذه القضية أي اهتمام. تعتزم مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي تقديم مشروع قرار لإنهاء حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك. هذا التحرك يأتي غدا خطوة أخرى اتخذتها 16 ولاية أمريكية، حيث رفعت دعوى قضائية ضد إعلان حالة الطوارئ. وفي المقابل تعهد ترامب نقض المشروع إذا أقره الكونغرس. نحو 70 شخصا قضوا في حريق ضخم اندلع في منطقة يرجع تاريخها إلى قرون في داكا عاصمة بنغلاديش. السلطات المحلية أشارت إلى أن عدد الضحايا قد يرتفع، بينما يمشط رجال الإطفاء حطام المبنى الذي دمرته النيران. الحريق شب في مبنى من 4 طوابق ليلة الأربعاء وامتد سريعا إلى المباني القريبة، ولم يتضح بعد السبب وراءه. وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن المبنى يضم مخزنا للمنتجات البلاستيكية وأنه مليء بالمواد القابلة للاشتعال. والآن انضمت إلينا الزميلة إليسار كرم. مرحبا. مرحبا. الاقتصاد سلمة. معك تفضلي. أهلا بكم. رأى محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي أن رفع أسعار الفائدة لا يكفي لكبح التضخم، وهناك حاجة إلى إجراءات أخرى. وتوقع العباسي أن يتراجع التضخم إلى 6.9% نهاية العام الحالي في أعقاب قرار البنك رفع أسعار الفائدة أو سعر الفائدة القياسي إلى 7.75% لمواجهة ارتفاع التضخم. قال رئيس المجلس الإدارة السابق لبنك باركليز أثناء جلسة محاكمة بتهمة الاحتيال إنه لم يكن على علم بوثيقة الرسوم القطرية البالغة قيمتها 365 مليون دولار. ويواجه الرئيس التنفيذي السابق لباركليز تهمة إبرام صفقات جانبية مع قطر والتآمر على المصرف بدلا من السعي لجمع التمويل اللازم لإنقاذه إبان الأزمة المالية العالمية. ويقول الادعاء إن المسؤول السابق ساهم مع مسؤولين آخرين في تضليل المساهمين والسوق بعدم الإفصاح عن كامل رسوم الاكتتاب. خففت دولة الإمارات الحظر المفروض على شحن السلع من قطر وإليها، وألغى تعميم من موانئ أبو ظبي مؤرخ في 12 من شباط فبراير تعليمات سابقة تحظر الشحنات بين موانئ البلدين. الإمارات أبقت الحظر المفروض على السفن التي ترفع علم قطر والمملوكة لشركات شحن قطرية أو مواطنين قطريين في إطار المقاطعة الخليجية السياسية والاقتصادية. أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمؤشرات الاقتصادية التي حققتها البلاد، وقال أن احتياطياتها باتت تغطي حجم ديونها الخارجية. وفي رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية شدد بوتين على وجوب أن تطال المشاريع التنموية في البلاد حياة المواطنين، وطالب بوتين الحكومة الروسية بالعمل على تقديم دعم مالي وضريبي للأسر وتخفيف العبء الضريبي عليها. اسمحوا لي بأن أذكركم بأن عدد الفقراء في روسيا عام 2000 كان أكثر من 40 مليونا، وتراجع عددهم حتى اليوم إلى نحو 19 مليونا، ولكنه يبقى معدلا كبيرا جدا. على الحكومة أن تعمل على دعم الأسر عبر تخفيف الضرائب بهدف حل المشاكل المرتبطة بالفقر. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قرارا بشأن احتمال فرض رسوم جمركية على واردات السيارات مرهون بالتوصل إلى اتفاق تجاري مع أوروبا. وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أن ترامب وعده بعدم فرض رسوم استيراد إضافية على السيارات الأوروبية.
بهذا الخبر نختم الموجز الاقتصادي ونعود من جديد إليك سلمى. اليسار شكرا جزيلا. في شارع الحمراء في العاصمة بيروت مقهى يرتده الناس بفرح كبير، والسبب أن العاملين فيه هم مجموعة من الشبان المصابين بمتلازمة داون، وهؤلاء تحدوا إعاقتهم وأظهروا أن بوسعهم أن يكونوا أشخاصا فاعلين في المجتمع. لا بريحت شوية فلوس. شو بده هو عم يعمل باليه؟ لعبة ريحت مشي. والله؟ بدي أقول له. شو بدك تقول لي؟ بدي أقول له الشغل هون تي خلو. هاي؟ الشغل هون حلو؟ مبسوط أنت هون بالشغل؟ إيه شو؟ هاي؟ أنا اسمه ميسي وسيم، لأنه نحنا إحنا كوين وصلنا؟ لوين وصلنا؟ يعني حل من طريق الصح مش على طريق الغلط. الفكرة بلشت معي أنا كوني معالج فيزيائي وبشتغل مع أشخاص مثل الشباب والصبايا اللي شفتوهم، بعرف أني عندهم قدرات جسدية وفكرية. فكرة جديدة وبعد ولا مرة حدا فتح هيك محل. اللي عم بيشدني أكثر أنتو، قد ما استقبلكم حلو. بكفي البسمة على وجوهكم. الهدف من وراء تشجيع المجتمع على تقبلهم بشكل أفضل وتشجيع الشركات الخاصة بشكل خاص، يعني إذا بدنا نقول، على أنه تساعدهم ينخرطوا بسوق العمل. الصعوبات بالبداية بفترة تريننج أكيد بيكون في صعوبات للإكليبر تبعهم، للتوازن، ليحملوا صينية إذا فيها كذا كباية عليها، شوي شوي تخطيناها. من بعد ما فتحنا صار في صعوبات لما بتعجوا عنا أكتر بيديعوا، كانوا على كل طاولة شو بدهم يحطوا وكل طلبية على طاولة بدها تنزل. الحل تبع الإناء مؤخرا أنه نعمل ألوان على الطاولات، فلأنه في الأغلبية منهم ما بيعرفوا أرقام. أنا اللي بيجي لعندكم لأنه أحلى عالم أنتم. فينا نروح على حيالله غير كافيه، بس أنتم لأن موجودين هون نحن عم نجي لعندكم. هن وقفوا معي وهن عطوني موتيفيشن باور وعم كون اكثر اكثر قويه لتكون معهم اكثر اكثر اكثر. نحن احلى عالم ومنحبكم كثير و سي يو سون. والان الى الاخبار الرياضيه ومحمد الجرادي. صباح الخير. صباح محمد سلمة. تفضل. شكرا. أهلا بكم. حافظ دييغو سيميوني على سجله خاليا من الخسارة ضد الفرق الإيطالية في دوري أبطال أوروبا. المدرب الأرجنتيني قاد فريقه أتلتيكو مدريد إلى الفوز على ضيفه يوفنتوس بهدفين في ذهاب ثمن النهائي، وتعقدت مهمة بطل إيطاليا قبل لقاء الإياب في تورينو. النادي المدريدي حسم الأمور في ربع الساعة الأخير عبر الإرجوانيين خوسيه ماريا خيمينيس ودييغو جودين. تقنية حكم الفيديو حضرت بقوة وتدخلت مرتين لتعدل قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء لأتلتيكو ثم إلغاء هدف سجله الفارو مورتا. من أوف شالكي بيربولا. وقلب مانشستر سيتي الطاولة على مضيفه شالكي الألماني وأسقطه بثلاثة أهداف لاثنين في جيلسنكيرشن على الرغم من النقص العددي في صفوفه تراتارد الأرجنتيني أوتاماندي. مدرب سيتيزنز بيبي غوارديولا أثنى على جهود لاعبيه لا سيما سيرخيو أجويرو صاحب هدف السبق، والألماني لرويساني الذي سجل في مرمى فريقه الأم، ورحيم ستيرلينج. ورى الإسباني أن النتيجة جيدة لكنها لا تحسم شيئا وأن الفريق الألماني لديه مقومات العودة. شكر سامي خضيرة لاعب يوفنتوس كل من تمنى له شفاء إثر جراحة خضع لها لعلاج مشكلة عدم انتظام ضربات القلب. اللاعب التونسي الأصل والفائز مع ألمانيا بلقب مونديال 2014 سيغيب عن الملاعب نحو شهر، وتلاحق لعنة الإصابات خضيرة هذا الموسم ولم يخض سوى 15 مباراة مع فريق السيدة العجوز هذا الموسم. وأشار الألماني في تغريد عبر إنستغرام إلى أن كل شيء سار على نحو جيد.
استغل الأهلي تعثر المتصدرين الزمالك وبيراميدز ليشعل الصراع على لقب الدوري المصري لكرة القدم. وحقق نادي القرن الفوز السابع تواليا على حساب ضيفه الداخلية بثلاثة أهداف لواحد، وتابع الأهلي زحفه نحو الصدارة فتخلف عن غريمه التقليدي بفارق 7 نقاط مع مباراة أقل، فيما يفصله عن بيراميدز الثاني فارق المواجهات المباشرة. وفي الدوري المغربي عزز الوداد البيضاوي موقعه في الصدارة بتغطيه مضيفه يوسفية برشيد بهدفين لواحد في لقاء مؤجل من المرحلة 17، ويسير النادي الأحمر بخطى ثابتة نحو اللقب 20 في تاريخه، فرفع رصيده إلى 39 نقطة متفوقا ب 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه اتحاد طنجة. يسجل الهدف الأول، يسجل الهدف. وسام الصداقة منحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو بسبب مساهمته في إنجاح المونديال الماضي، وتوجه بوتين بالشكر إلى السويسري ثم تناقش بشأن إرث كأس العالم. ورأى إنفانتينو أن البطولة غيرت روسيا وموقف العالم تجاهها، وذلك بفضل المشاركة الشخصية للرئيس بوتين والشعب الروسي. كسر السائق الروسي دانييل كفيات هيمنة فيراري على اختبارات برشلونة للفرق المشاركة في بطولة العالم للفورمولا 1. سائق تورو روسو إلى جانب سائقي ألفا روميو ورينو كشفوا عن قدرات جيدة في اليوم الثالث للتجارب. كيمي رايكونن سائق ألفا روميو كان حقق الرقم الأفضل في الحصة الصباحية قبل أن يحقق كفيات أسرع وقت في النهاية. ووصف بطل العالم لويس هاملتون أفضلية فيراري على مرسيدس في التجارب بالأمر الطبيعي، واختبر فريق الحصان الجامح تصميما جديدا للهيكل المعدني لإطاراته الخلفية لتشبه إلى نحو كبير تصميم المصنع الألماني العملاق، ورأى البريطاني أن فريق فيراري يظهر دائما قويا مع بداية كل موسم. كان هذا ما لدينا من أخبار رياضية، نشكر لكم حسن المتابعة. أعود إليك سلمى مجددا. وأنا أشكرك محمد، شكرا. أعمال فينسنت فان جوغ تتخذ أبعادا جديدة في معرض رقمي في العاصمة الفرنسية باريس. اللوحات بدت عائمة وجرى تحريك بعض عناصرها بواسطة تقنيات رقمية ليصبح الزائر جزءا منها. المعرض يستخدم نظاما جرى تطويره قبل 7 سنوات يمزج ما بين الفن والموسيقى، ويحول اللوحات إلى ثلاثية الأبعاد ما يسمح للمتفرج بأن يغوص في داخلها، وقد جرى اختيار 500 لوحة لهذا الغرض. إلى العناوين. دعوات إلى النفير العام في فلسطين المحتلة مع تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين في القدس والضفة وغزة. انتهاء المهلة الأممية لبدء إعادة الانتشار في الحديدة اليمنية من دون نتائج، وصنعاء تحمل التحالف المسؤولية عن عرقلة التنفيذ. قست تعلن الاستعداد لمقاتلة فلول داعش في الباغوز آخر معقل لهم شرقي سوريا بمجرد انتهاء إجلاء المدنيين المتوقع اليوم. الرئيس الصيني لي ريجاني رغبة بكين في إقامة علاقات وثيقة مع إيران لم تتغير بغض النظر عن الموقف الدولي. وتظاهرات داعمة لمادورو في كاراكاس. الرئيس البوليفي يتهم ترامب بالاستعداد للتدخل عسكريا في فنزويلا بعدما هاجمها اقتصاديا. وكان في النشرة أيضا أعمال فان جوغ في لوحات ثلاثية الأبعاد. للمزيد من الأخبار زوروا موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغتين العربية وكذلك الإسبانية. نشرة انتهت، إلى اللقاء.